نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. مخاوف من دخول تونس موجة خامسة من فيروس كورونا بعد الارتفاع التدريجي في نسبة التحاليل الإيجابية والإصابات تتجاوز 1000 في يوم واحد. غدا انطلاق الاستفتاء الإلكتروني الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وفي النشرة نستضيف وزير تكنولوجيات الاتصال للتفسير. وساعات قبل حلول سنة الجديدة، تنوع في مظاهر الاحتفال في الأوساط الأسرية وتباين حول ارتفاع أسعار المرتبات وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. إذا نستقبل بعد سويعات قليلة السنة المقبلة، وبهذه المناسبة يسعد التلفزة التونسية أن تتقدم بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات لكافة الشعب التونسي، وكل عام وأنتم بخير. في تطورات الوضع الوبائي، ارتفعت نسبة الحالات المصابة بالمتحور أوميكرون ونسبة التحاليل الإيجابية ساعات قبل الاحتفال بالسنة الجديدة، ما دفع اللجنة العلمية لمجابهة كورونا إلى الدعوة لأخذ الحذر باتباع الإجراءات الوقائية، مع تأكيد جاهزية وزارة الصحة في صورة مزيد ارتفاع نسبة الحالات. كل المؤشرات الوبائية في تونس تدل على بوادر موجة خامسة من فيروس كورونا، وربما المسيطر سيكون المتحور أوميكرون. ذلك ما أكدته الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل، والدليل الارتفاع التدريجي في نسبة التحاليل الإيجابية لتتجاوز 10%. ويبدو كذلك أن هذا المنح التصاعدي يعود إلى سرعة انتشار العدوى بسبب أوميكرون، لتؤكد جليلة بن خليل على ضرورة الإقبال على التلقيح بكل مستوياته، أي الجرعة الأولى والثانية والثالثة التنشيطية للمناعة. وأشارت كذلك إلى أنه لا يمكن حاليا توقع معدل الإصابات اليومية المحتملة في الموجة الخامسة أو موعد انطلاق هذه الموجة، لأن ذلك مرتبط بالمقاربات العلمية وبنسبة التلقيح. وأكدت في ذات السياق استعداد وزارة الصحة لمجابهة الموجة المرتقبة ودعوتها المؤسسات الاستشفائية إلى مراسلتها حول مخططاتها في التصرف في صورة سجلت تونس ارتفاعا حادا في الإصابات. وبينت أن المخزون الاستراتيجي من الأكسجين كاف ويلبي الاحتياجات، ولدى الوزارة استراتيجية واضحة في حال شهدت تونس موجة أخرى. كما ارتفعت التحاليل الحاملة للإصابة بمتحور أوميكرون إلى نسبة تتراوح بين 30 و40% من مجموع الحالات الخاضعة للتقطيع الجيني في معهد باستور، وفق ما أعلنه مدير المعهد وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي لوزير، مرجحا أن يصبح هذا المتحور الجديد الأول في نسبة الانتشار في تونس ويزيح متحور دلتا. هذا وأوصت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بتطبيق الإجراءات الوقائية لدى الاحتفال برأس السنة الإدارية ساعات قليلة قبل حلول السنة الجديدة. ودعا عضو اللجنة العلمية محجوب العوني حاملي أعراض النزلة الموسمية وغيرهم من الذين لديهم شكوك في إصابتهم بفيروس كورونا إلى عدم المشاركة في الزيارة العائلية. كما توجه بالدعوة إلى مقاطعة جميع التجمعات في الفترة الحالية التي تسجل زيادة في الإصابات، مؤكدا أن وزارة الصحة اتخذت عديد الإجراءات الاحترازية بتفعيل كافة مسالك كوفيد بالمستشفيات. وبمناسبة حلول السنة الجديدة، قرر الرئيس الجمهورية قيس سعيد تمتيع 1302 من المحكوم عليهم بالعفو الخاص، ما يفضي إلى سراح 347 سجينا منهم. كان ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية لوزيرة العدل ليلى جفال وأعضاء لجنة العفو. اطلع رئيس الجمهورية اليوم على مشروع مجلة القضاء الإداري وعلى المشاريع المتعلقة بتطوير البنية الأساسية للمحكمة الإدارية، وذلك خلال استقباله للرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي قدم له التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2020. أطلعته على مشروع مجلة القضاء الإداري الذي انتهت المحكمة الإدارية من أعداده في مؤخراً، وكذلك على المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية المتعلقة بتطوير البنية الأساسية للمحكمة
التي هي بصدد الإنجاز حالياً، والتي ستمكن المحكمة الإدارية وقضاة المحكمة وأعوانها من العمل في ظروف أحسن حتى يؤدوا رسالتهم المنوطة بعودتهم في أفضل الظروف الممكنة. في موضوع آخر، تنطلق بداية من يوم غد الاستشارة الشعبية والاستفتاء الإلكتروني الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في 13 ديسمبر الحالي، وستتواصل هذه الاستشارة حتى 20 مارس من السنة المقبلة، ليتم إثرها تنظيم استفتاء حول الإصلاحات الدستورية والقانونية بوجه عام، ومن بينها القانون الانتخابي، ليتم في 17 ديسمبر المقبل إجراء انتخابات تشريعية. وكان وزير تكنولوجيات الاتصال نزار الناجي أفاد خلال مجلس وزاري عقد خلال الأسبوع بأن الاستشارة تتضمن 6 فروع، وكل فرع منها يتوزع إلى 5 أسئلة ومساحة للتعبير الحر للأفراد الذين سيشاركون بهوية مخفية. وحسب الوزير، سيتم الدخول إلى البوابة إثر حصول المشارك على رقم سري يحصل عليه عبر رسالة نصية. وللمزيد حول هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو وزير تكنولوجيات الاتصال نزار الناجي. إذا سيد الناجي، غدا تنطلق الاستشارة. قبل كل شيء، ماذا عن توفر ظروف السلامة في ظل حديث عن خروقات أو اختراقات ربما قد تحصل؟ في البداية شكرا على هذه الاستضافة. أود أن أقدم هذه البوابة، هي بوابة وطنية للاستشارة الوطنية، هي عبارة على منصة إلكترونية، موقع إلكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة: الشأن السياسي والانتخابي، الشأن الاقتصادي والمالي، الشأن الاجتماعي، التنمية والانتقال الرقمي، الصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي. للمشاركة في هذه الاستشارة يجب زيارة في البداية موقع المنصة، وهو www.e-istishara.tn. الدخول في هذه المنصة يستوجب الحصول على رقم مشاركة سري يتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة etoile 17 12 etoile، رقم بطاقة تعريف دياز، يتحصل في إرسالية قصيرة على رقم سري صالح لمدة قصيرة في الزمن. هذا الرقم سوف يضمن أحادية المشاركة، وسوف يضمن أيضا سرية وخصوصية المشاركة. اليوم منتصف الليل تنطلق، يعني أن كل ظروف السلامة متوفرة. بالضبط، كل ظروف السلامة متوفرة، المعطيات مؤمنة على بالمركز الوطني بالإعلامية، وهي مخزنة في تونس، والمعلومات مع أرقام سرية، لا يوجد معطيات شخصية في قاعدة هذه قاعدة البيانات. أريد أيضا أن أشير إلى أن في المنصة كل محور يحتوي على 5 أسئلة، إضافة إلى مساحة للتعبير الحر. نعم. وهذه المساحة صممت لتمكن المواطنين من التعبير في المواضيع التي لم تتطرق إليها الأسئلة. اليوم مع منتصف الليل تنطلق المنصة في فترة تجريبية، في فترة اختبار لمدة أسبوع. نعم، ونسبة مشاكل الازدحام ليست مطروحة في هذه المسألة؟ مشاكل الازدحام ليست مطروحة، قمنا بالاستعدادات التقنية والفنية اللازمة. نعم. لتمكن المواطنين من داخل والخارج حدود الوطن من المشاركة بكل منها أريحية. نعم. في هذه المنظومة. هناك إشكال آخر يخص المناطق الغير مغطاة بالإنترنت، كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟ بالضبط، في البداية في خلال الفترة التجريبية باش نقيموا المنظومة ونعدلوا على حسب ما سنلاحظه من مشاكل نقولنا فنية، ونعدل، و15 يوم 15 جانفي تطلق المنظومة للعموم. وفي هذه الفترة من 15 إلى 20 جانفي سنتنقل للجهات، وسوف نقوم بالإحاطة اللازمة للمواطنين الذين لا تتوفر لديهم التقنيات اللازمة والدراية اللازمة للمشاركة في هذه الإحاطة. سوف تكون بتمكينهم من أجهزة، تمكينهم من الإنترنت، إحاطة بهم لتسهيل عملية المشاركة في أيضا المنصة. في ظل وجود نسبة مهمة من غير المتعلمين أيضا. بالضبط. نعم. بمشاركة المجتمع المدني سوف نشكل فرق
سوف تتنقل إلى الجهات للقيام بهذا الدور لتمكين هذه الفئة من المشاركة وبداء رأيها في هذه المنظومة، وأيضا الفئات والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة سوف نقوم بإحاطة خاصة لهذه الفئات لتمكينهم أيضا من المشاركة في هذه المنصة. المنصة تنطلق للعموم من 15 جانفي إلى حد 20 مارس. وبعد نعم فترة سيد الوزير، بعد ذلك تعقيب صغير، أنت تحدثت عن الفترة التجريبية، لو تذكر المشاهدين بهذه الفترة. فترة التجريبية تنطلق اليوم على منتصف الليل إلى حدود أنا في مدة أسبوعين، وهذه الفترة سوف تكون فيها المنصة متاحة للشباب في دور الشباب في 24 ولاية، متاحة لرواد دور الشباب في 24 ولاية، وهي فترة اختبار وفترة أيضا تحسيس وتشجيع وحث الشباب على المشاركة في هذه الاستشارة الوطنية وعلى أهمية المشاركة في هذه الاستشارة الوطنية. نعم، هي تنتهي في مارس في بالضبط في 20 نعم مارس في 20 مارس، وبعد فترة سوف نقوم بتقديم تقرير فيه المخرجات الأولى لهذه نعم الاستشارة الوطنية. الأخير، هناك تقريبا 7 ملايين تونسي موجودون على شبكات التواصل الاجتماعي، كيف ستستغلون هذه النقطة، وماذا عن الذين لا يمارسون أي نشاط إلكترونية؟ بالنسبة للشبكات التواصل الاجتماعي سوف نستغل هذه الشبكات للتحاور ولإعداد فيديوهات لتفسير وتبسيط مواضيع ومعلومات لنتواصل مع الشباب وليتم التفسير بطريقة جيدة لأهم المواضيع والتي تطرح في المنصة. نعم، كل التوفيق وزير الاتصال نزار الناجي، شكرا جزيلا لك. نواصل مشاهدينا الكرام. أدوى لتونس الجديد كمال الأفقية اليوم اليمين الدستورية، الموكب الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد حضره وزير الداخلية توفيق شرف الدين. وكان رئيس الجمهورية أصدر أمس أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف الشاذ لبوعلاك بمهام وال بولاية تونس وتكليف كمال الأفقية بهذه المهمة، ولكن أنت قادر على تجاوز كل الصعوبات. أنا دائما على نفسي. عقدت حركة النهضة ندوة صحفية أعلنت خلالها موقفها القانوني والسياسي مما وصفته عملية اختطاف لنائب رئيس الحركة نور الدين البحيري. أعلنت عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة زينب إبراهيمي خلال نقطة صحفية عن القيام بالتتبع القانوني لكل طرف على علاقة بما وصفته بعملية اختطاف نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، نافية صدور أي تتبع قضائي في شأنه سواء كان مدنيا أو عسكريا، وطلبت بالإفراج عنه. تتبع مصدر التعليمات، منفذ التعليمات، والمحرض عليه. نطالب المكتب القانوني لحزب حركة النهضة من الجهة المختطفة للأستاذ نور الدين البحيري والمعتدية عليه بالعنف الشديد وضربه في أماكن قاتلة بطبعها الإفراج عنه من مكان اختطافه. مطلب بالإفراج جاء كذلك على لسان عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد الجوماني. أول نقطة احنا تهمنا هو أن نعرف الآن وضعية الأستاذ البحيري، أن تتمكن زوجته وأن يتمكن المحامون بالأقل من الاطلاع على وضعه مباشرة. ثاني شيء احنا يهمنا أن يتم إطلاق سراح الأستاذ البحيري من الجهات الرسمية إذا كان هو محتجز عندها بغير وجه قانوني، أو تتحمل مسؤوليتها في الكشف عن الجهة التي اختطفته. وأعلن الجوماني عن إدانة الحركة لما حصل للبحيري واعتباره خطوة تصعيدية في استهداف الشخصيات المناهضة للانقلاب وفق تعبيره. هي محاولة لقطع الطريق على التحشيد اللي قاعد يحصل ليوم عيد الثورة 14 جانفي الذي دعت حركة النهضة إلى إحيائه، استهداف حركة النهضة واستهداف قياداتها باستغلال السلطة وبالانحراف بها وخارج القانون، هذا لن نسمح به وسنتصدى له بالقوى الداخلية المتاحة. ودعا الجوماني الأمن إلى النائب نفسه عن التجاذبات السياسية والانضباط للقانون.
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ قرارين بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهم هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة في بلاغ مقتضب إلى العمل بالقانون المنظم لحالة الطوارئ. واعتبرت الوزارة أن قرار الوضع قيد الإقامة الجبرية هو إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه. من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار. عاش التونسيون كما بقية الشعوب سنة صعبة نتيجة تواصل انتشار فيروس كورونا بمتحوراته المختلفة وأزمة اقتصادية أثرت على مستوى عيشه. في هذا النقل نعود على ما تبقى في أذهان التونسي حول هذه السنة. 12 شهرا، 365 يوما، 8760 ساعة، أشهر وأيام وساعات اختلفت تفاصيلها وأحداثها وأفراحها وأتراحها. قد تكون ممن عشت فيها نجاحا أو زواجا أو ولادة، وقد تكون عشت فقدا أو مرضا أو وجعا. وبين هذا وذاك أحداث تمر، لكن أثرها يبقى فينا، فيكون من خلالها تقييم السنة وعنوانتها. سنة تعيسة، حافل برشا مأساة. 2021 خايب، خلي يمشي خلي يمشي، صعيب برشا كيما العوام الكل، فيه الباهي فيه الخايب. عام رزين اللطف يا ربي، كانوا ما صارش، عام عادي جدا. أما أبرز ما بقي في ذهن التونسي من هذه السنة خاصة على المستوى الشخصي يستذكره كل على طريقته. الدنيا وقفت، الخدمة وقفت، أنا من دومين سياحة، السياحة بقبقت. مرضت كورونا وخرجت لاباس، أمي مرضت وخرجت لاباس. فما نجاح في العمل مثلا، في العائلة فما أفراح. شوية مرض ما نكذبش عليك، وفيه شوية فرحة، ودي أعمل كونترا. مرضت أمي خايبة، معناتها تبدأ أنت في خطيت نومك وتفز أمك، ما تنجمش تتنفس بالحق، نبكي وما غير نحسسها الحق. نفرح بنجاح الأولاد، بال كيفاش كنا وكيفاش ولينا. غلاء معيشة، وباء، مرض، ما ثماش حاجة تفرح. ما صار فيه شيء. كمام يبقى عام أحلاه تعدى من حياتنا، عرفنا فيه ناس باهين، تعلمنا منه، قضينا دروس، فرحنا فيه، ضحكنا فيه، خسرنا فيه عبيد. الحمد لله الصحة لاباس، الأولاد صغاري لاباس. ما فما حد شيء باهي، مو كله خايب. الغسرات نتاع كوفيد. الوضع العام بالبلاد لم يكن بمنأى عن الأحداث التي عاشها التونسيون وبقيت محل حديثهم واهتماماتهم. ما فماش استقرار اقتصادي، ما فماش استثمار، وهذا الأهم اللي دور الوحدة. بطالة تزادت، الفساد تزاد، وتعبت العباد بصفة عامة، تعبت الزوالي تعب، فهمت؟ والعباد ما زالت ما فدتش من الكلام، تاك تاك تاك، وما فما حد شيء. لا جينا زيت المدعم، لا جينا سكر، لا جينا سميد. وصلنا معناها الى درجه وانه المواطن القليل حتى عشاه ما عادش يلقاه. ما يختلفش برشا على العوام، يمكن اللي يميزوا 25 جويلة اللي كان حدث في تاريخ تونس الكل. كنا ننتظر انها تكون سنه نحو الاقلاع في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لكن للاسف الشديد نكسه اخرى تعرض لها تونس. الحمد لله اللي تونس ما زالت واقفة، الحمد لله اللي تونس ما زالت لاباس. عام ينقضي بما حمله في طياته من أحداث عاشها التونسيون في حياتهم الخاصة أو العامة، على أمل غد أفضل. وقد اعتاد التونسيون أن يستقبلوا العام الجديد بتناول المرتبات، لذا فهم يقبلون على اقتنائها كما جرت العادة. ومع ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن أصبح الأمر مكلفا. بألوان وأشكال ومذاقات متنوعة تعرض المرتبات بواجهات المحلات تغري الناظر باقتنائها كمظهر من مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، غير أن تدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار قد يدفع البعض إلى العزوف عن هذه العادة وفق تأكيدهم. كل عام ناخذ الدار، ما الأسعار راهي غليت ياسر تاع الجاتوه. كانت قبل العبيد ب 20,000 معناها يعملوا خبزة جاتوه عيلة كاملة، توا تشوف فيها أقل خبزة ب 45. اللي عنده
ينجم ياخذ مامو ولي ما عندوش اخويا حد امكانياته. هذا مشكل عاده معناتها الناس مازالوا معناتها يا اخي ما عندهمش ناقصه معناتها قل واحده 35 دينار معناتها اغلى واحده 50 دينار. اليوم في كل شيء غلاء. يا اخو من حمل من البلايص المعروفه والمنظيفه غالي، اذا ما يقدرش يعمل حاجه في الدار عائليه ونظيفه وباهي. تحضير وإعداد المرتبات بالمنزل خيار يره البعض مناسبا للضغط على التكلفة، وهو ما تؤكده المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التي تدعو إلى ضرورة ترشيد النفقات في مثل هذه المناسبات المعروفة بذروة الاستهلاك. في الدار الجاتو في رأس العام على خاطر نحب حاجة نظيفة ونحب حاجة في ميزون ونحبها ديما فيها الفيكة فيها كونسيستانت وباهية ومضيفة. شي با كونفيونس باش ناخذ حاجه في اخر وقت العبيد عاملينها هكاك وبزربه ومحضرينها بقبل. مش كيما مطعم الشارع، اما ما شاء الله ندللها ونحط فيها وبقل الاسواق برا سميح. كان جنواز ما تلقاش حاجه به وان بلوس كلهم ديكري، وانا في داري نحط الفيكه نحط كل شيء ونخدمها باللي كتب ربي، حاجه صحيه ونجي نبدا فرحان بها. لاحظنا ارتفاع في المرتبات، لاحظنا ارتفاع في المواد المكونة للمرتبات. التونسي حتى باش يقضي ويعمل في دار ويلقى روحه تتكلف على العادة، فهمتني؟ هنا راهو يلزم نحن في كل موسم ماذا بينا العائلة التونسية تحضر روحها تعمل استراتيجية قبل بمدة، نعملوا في الدار نعملوا بحاجات اللي نجموا نعملوها ونقدروا عليها. مد ما واحد ما يمشيش للتدين يحاول يعمل بحاجة بسيطة لكن يحافظ على صحته ويحافظ على جيبه. ويظل احترام شروط النظافة وحفظ الصحة مطلبا أساسيا لدى المستهلك عند اقتناء المرتبات التي تبقى أهم ما يميز الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة. أدت رئيسة الحكومة نجلة بودن مرفوقة بوزير الصحة علي برابط ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى زيارة إلى مستشفى عزيزة عثمان بالعاصمة، وعادت الأطفال المقيمين بقسم أمراض الدم واطلعت على ظروف إقامتهم بالقسم وعاينت مختلف التجهيزات الطبية والتقنية المتطورة ذات المواصفات العالمية الخاصة بهذه الفئات العمرية. رئيسة الحكومة استفسرت عن ظروف الإقامة والعناية اللازمة لتجاوز المرضى أزماتهم الصحية في أفضل الظروف، وقدمت عددا من الهدايا للأطفال المقيمين بهذا القسم ودونت كلمة بالسجل الذهبي للمستشفى. كما عينت رئيسة الحكومة نجلة بودن ظروف الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين بمؤسسة رعاية المسنين بمنوبة بعد زيارة أدتها إلى هذه المؤسسة مرفوقة بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمل بالحاج موسى ووزير الصحة علي المرابط ووالي منوبة محمد شيخ روحو. واستفسرت رئيسة الحكومة عن مدى توفر كل جوانب الإحاطة بالمسنين من حيث توفر الخدمات الخاصة خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تمر به تونس، مؤكدة ضرورة مراعاة الخصوصية الاجتماعية لهذه الفئة. ونواصل في احتفالات رأس السنة الإدارية. اختار تونس دون سواها كوجهة لقضاء رأس السنة، هي عائلة فرنسية من الجدة إلى الأحفاد، اختاروا جربة والصحراء التونسية لقضاء العطلة والتمتع بطقسها الخلاب. الجدة والأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد عائلة فرنسية مكونة من 13 شخصا وصلوا إلى جزيرة جربة منذ أيام، لما أرادت الجدة الاحتفال مع أبنائها وأحفادها وأبنائهم بالعام الجديد في مناسبة تجمعهم للمرة الأولى معا. للاحتفال برأس السنة وددت أن أجمع أبنائي وأحفادي، وقدمنا إلى جربة ونحن سعداء بالقدوم هنا، لقد قمنا باكتشاف المكان والنزل ممتاز. أرادوا الاحتفال بالعام الجديد واستقباله في تجربة ومغامرة فريدة، فكان الاكتشاف الجميل برأيهم لجزيرة جربة وخصوصيتها والمناطق السياحية القريبة منها. لقد ذهبنا في جولة مع كامل العائلة إلى التطاوين، كانت جولة رائعة، لقد ركبنا الجمل والكواد في الهضاب وقد أعجب الأطفال بذلك، ثم تناولنا الفطور في أحد المطاعم هناك، الطقس رائع هنا. نحن سعداء بالقدوم إلى جربة،
البارحة زرنا الصحراء وقابلنا أناسا رائعين والذين استقبلونا بحفاوة، وقد قدمنا في شكل عائلي من الجدة إلى الأبناء إلى الأحفاد. لقد جئت مع العائلة إلى جربة لقضاء العطلة، وهو مكان ممتاز. عام مضى وسنة أخرى قادمة، وما بينهما لحظات لا تنسى لهذه العائلة لما جمعتهم جزيرة جربة واستمتعوا بسحرها ودفئها للمرة الأولى. نواصل دائما مع الاحتفال برأس السنة الإدارية إذ تتكثف الحركية بالطرقات. وليلة الله حول وضعية حركية الجولان، ينضم إلينا مباشرة من محطة الاستخلاص بمرناق موفد الأخبار أيمن الحار سالم. إذن أيمن، كيف تسير الحركة المرورية حيث أنت؟ أهلا طيب، نحن الآن على مستوى مدخل تونس الجنوبية وبالتحديد في محطة الاستخلاص بمورناق، أين تكثفت حركة المرور بصفة كبيرة. هناك عديد العائلات اختارت أن تقضي هذه الليلة في مدينة، حسب ما تحدثنا معهم، في مدينة سوسة والحمامات، أو التحول إلى مناطق سكنهم للاحتفال مع عائلاتهم بهذه المناسبة. الملاحظ هنا وأيضا على طول الطريق السريعة وجود مكثف لمختلف الأسلاك الأمنية من حرس وطني وأمن وطني وأيضا الحماية المدنية. تواجد أيضا مكونات المجتمع المدني والمرصد الوطني للسلام المرورية لتوعية المواطنين والعائلات بأهمية احترام القوانين. والحديث أكثر حول تأمين هذه الليلة، ينضم إلينا العميد حسام جبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني. سيد حسام، لا تحدث لنا على تأمين هذه الليلة من طرف قوات الأمن الوطني والحرس الوطني. أول حاجة إن شاء الله سنة إدارية مباركة لجميع التوانسة، وإن شاء الله ديما تونس وكل عام وهي حية بخير. بالنسبة للوضعية اليوم، وضعية استثنائية بحتة، تعرف أنت اليوم رأس السنة الإدارية، تحتفل التوانسة الكل برأس السنة الإدارية، ثم احتياطات خاصة في الجانب المروري وجانب السلامة المرورية. ونشوف أنت توز جميع الوحدات سواء كانت حرس وطني أو أمن وطني، حرس المرور أو شرطة المرور، دائما موجودين في جميع المفترقات، موجودين في مختلف المفترقات، موجودين في الطرقات السيارة والطرقات الوطنية، موجودين في مختلف الطرقات الشعاعية بالنسبة لشرطة المرور. كذلك ريتوا لثم تواجد مختلف مكونات المجتمع المدني اللي موجودة، مختلف الجمعيات المرورية اللي مشكورة اللي قاعدة تخدم أم بنيفولا. بالنسبة للوضعية هذه كما قلت لك وضعية استثنائية، أهم حاجة فيها هي سلامة المواطن وسلامة التونسي، وباش تتواصل الحملات هذه الكبرى خاصة إلى ما بعد ان شاء الله نهار الاثنين اللي باش تصير فيها العوده المدرسيه، وباش تكون باكثر معناها تواجد من مختلف ومعزز مختلف مواردنا البشريه اللي باش تكون متواجده وتعزز جميع الدوريات المروريه ومختلف دوريات الامن العمومي. العميد، لاحظنا ايضا تفتيش للسيارات، ايضا اليوم تحدث في بيان لوزاره الداخليه القبض على عنصر ارهابي خطير، ايضا مهم هذه المساله لتامين هذه الليله خاصه من تخوفات من بعض العمليات الارهابيه لا قدر الله. هو بالنسبه للاستراتيجيه نتاع وزاره الداخليه في الجانب هذا، راهي ما ترتكزش فقط كان على الجانب المروري، راهو ثم كذلك الجانب العملياتي اللي هو تتميز به خاصه في حمايه حدودنا البريه والبحريه، واللي ثم معناها تركيز كبير برشا على الجانب هذا خاصه على ظاهره الهجره الغير نظاميه وإحباطها سواء كان في البر وإلا في البحر، إضافة إلى كونه التحدي الكبير اللي هو مكافحة الإرهاب. وتعرف اللي إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني اليوم تمكنت مع فيلق القوات الخاصة الجيش التونسي الجيش الوطني من الإطاحة بالمكنة أبي عائشة، وهو بطبيعته اللي كان منسلخ على تنظيم القاعدة وكان باش يتحول لكتيبة عقبة ابن نافع، وتم حجز العديد، ثم تم حجز سلاح شطاير ذخائر حربية، وتم حجز كذلك العديد من الألغام اللي كان باش يستغلها. دونك العملية كانت تحت غطاء قانوني بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى العديد من الخلايا التكفيرية اللي تم تفكيكها، وتم بطبيعة الحال اللي خاصة في الجانب الافتراضي، ونعرف مختلف الخلايا اللي كانت تنشط بين الكيف وبين توزر، وكذلك بالنسبة للخلايا اللي كانت نسوة وإلا خلية بنزرت. هذه كله تحدياتنا ذي بالنسبة لنا احنا لدار العام الحرس الوطني ووزاره الداخليه بالاساس في الجانب هذا قاعده تخدم بمختلف اختصاصاتها ومختلف الثقال نتاعها. هذا كله على خاطر التونسي، وهذا كله على خاطر سلامه المواطن.
شكرا العميد حسام جبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، هذا كل ما لدينا طيب بالنسبة لهذه الليلة وظروف تأمين هذه الليلة. نعم أيمن شكرا لك ونتركك لتحتفل بالسنة الجديدة على كل، شكرا لك وشكرا أيضا لضيفك العميد حسام الدين الجبابلي. وفي سفوح جبال القصرين تتكثف في هذه الفترة مجهودات قوة الجيش الوطني للتصدي لما قد يهدد أمن الوطن. في هذا النقل رافقنا قوة الجيش في حملة تمشيطية في جبل شعبي. رصاصاتهم معطرة بحروف من ذهب، وبنادقهم ترتل آية النصر، وخطواتهم ثابتة بثبات أهدافهم. عسكريون لم ولن يحيدوا عن مبادئهم، وعادوا بحماية الوطن والذود عن حرمته. الجيش التونسي كالعادة يواصل تنفيذ مهامه في إطار الدفاع عن حرمة الوطن وتحقيق أمن شعبنا، خاصة في مجالي محاربة الإرهاب بالمرتفعة الوسط وتأمين الحدود الغربية. وفي السنوات الأخيرة تمكن الجيش التونسي من تحقيق نجاحات هامة، حيث تم القضاء على أبرز قيادات التنظيمات الإرهابية المتمركزة بهذه المرتفعات. تمشيط للمواقع المشبوهة بخفة وحنكة ومداهمة للهدف وفق استراتيجية عسكرية محكمة. كما ذكرت الجيش التونسي يعمل على القضاء على كل إرهابي متواجد بالبلاد التونسية وخاصة بمرتفعات الوسط. وكما ذكرت تمكن في السنوات الأخيرة وخاصة سنة 2021 من القضاء على أبرز قياداته. قوات عسكرية حققت نجاحات في القضاء على أبرز القيادات الإرهابية، نجاحات نحتت بحروف من ذهب بعمق مرتفعات القصرين، نجاحات سيذكرها التاريخ. وكما الأمس اليوم وغدا ماضية القوات العسكرية لفرض الأمن والأمان بالبلاد، وعازمة على تطهير هذه المرتفعات التي كانت مقبرة الإرهابيين ومخططاتهم. القوات المسلحة التونسية على أتم الاستعداد للدفاع عن حرمة الوطن وتشكيلاتها ووحداتها بالتنسيق مع وحدات الأمن الوطني على أتم الاستعداد تضي لكل أي محاولة للمساس من أمن التونسيين أو من حرمة الوطن. فلا عاش في تونس من خانها، والبقاء دائما لمن كان وما زال الحصن المنيع لها أمام الخطر. البقاء لقواتنا صامدة وقت المحن، قواتنا صامدة لأجل حماية الوطن. نادي أرتيبي جبل الشعنبي القصرين. نبقى مع نادي أرتيبي التي تنضم إلينا مباشرة من القصرين. إذن نادية لو تنقل لنا الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني خاصة في مثل هذه المناسبات. تحية طيبة ليك طيب الكل مشاهدي أخبار التلفزة التونسية. طبعا ننطلق من حيث آخر النجاحات الأمنية في مكافحة الإرهاب، ننطلق من إلقاء القبض على العنصر الإرهابي المكنى بأبو عائشة، وهو الملقب برضا الرضا العمري، وهو كان بصدد الالتحاق بمجموعات إرهابية بجبل السيف من معتمدية فوسانة ولاية القصرين. هذا النجاح الأمني والمهم جدا يعكس قدرات قواتنا الأمنية وخاصة الوحدات المختصة التابعة للحرس الوطني اللي نفذت اليوم بالتعاون مع قوات الجيش الوطني هذه العملية المهمة، واللي تعكس حقا إمكانية وقدرة قواتنا الأمنية على مكافحة الإرهاب وحماية البلاد. قوات مشتركة اليوم كانت منتشرة في كل مكان عسكرية وأمنية لحماية الحدود ولحماية جبالنا ولتطهيرها من كل أعداء الحياة. اليوم انتصرت أيضا من جديد وأثبتت أنها قادرة على أنها تحمي تونس، وأن تونس إن شاء الله بتكون غدا أفضل. كما تشوفوا اليوم حاضرين بمفترق بلعابة، اللي المفترق هذية اللي يتوسط جبال الشعامبي وسمامة وسلوم من ولاية القصرين، حضور أمني مكثف لتأمين رأس السنة الميلادية لدرء المخاطر على كل أهالي القصرين، وأيضا
على تونس. نعرفوا ان القصرين ديما معبر النجاة للجمهورية التونسية. لناخذ معلومة على ولاية القصرين، على النجاحات الأمنية خلال سنة 2021، على جهود قوات الحرس الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأيضا التهريب. يحضر معنا النقيب بالحرس الوطني، رئيس منطقة الحرس الوطني بالقصرين، السيد عمر الفاهم، اللي أكيد رأس السنة الميلادية اليوم تتويج لنجاحات 2021، واختتمناها بنجاح أمني كبير اللي هو القبض على عنصر إرهابي خطير بحوصته أسلحة، سلاح كلاشينكوف وأيضا لغم أرضي. لو كان نعطوا حوصلة ل 2021 شنو حققنا من خلاله، واليوم 2022 ساعات قليلة تفصلنا عليه، لو كان نعرف أهم الاستعدادات لتأمين هذه الليلة. كما تشوف توا احنا متواجدين في اهم النقاط الحساسه التابعه اقليم الحرس الوطني بالقصرين، مرجع نظر لهنا تتواجد تشكيلات معناها على اختلاف اختصاصاتها، على اهبه في جاهزيه عاليه لتامين محطه راس السنه الاداريه. كما تعرف انت المناسبات هذه يتم معناها ضبط مخططات امنيه مسبقه، معناها ركزوا فيها على اهم النقاط الحساسه داخل وخارج الولايه. هذه من خلالها شنو نكثف الرقابة على مختلف الوسائل والأشخاص. بالمناسبة كيف كيف راهو عندنا احنا دور تحسيسي ما ننساوش، بالمناسبة نتوجه معناها من خلالك لكافة مستعملي الطريق معناها باش يتوخاو الحيطة والحذر خلال هذه الليلة حفاظا على سلامتهم وسلامة أرواحهم. ما ننساوش زادة احنا في منظومتنا الأمنية داخل إقليم الحرس الوطني بالقصرين نعرج على الصف الأول في المنظومة، ألا وهي مراكزنا الحدودية المتقدمة. مراكزنا الحدودية المتقدمة اللي بالمناسبة معناها نوجه تحية لكافة أعوان وإطارات رجالات حرس الحدود على ثباتهم في مثل هذه الظروف الطبيعية القاسية. لو تسمح معناها نعرج بعجالة على أهم النجاحات الأمنية لإقليم الحرس الوطني بالقصرين خلال سنة 2021. في مجال الأمن العام معناها تم ضبط حوالي 5000 مفتش عنه، تم أحبط حوالي 600 عملية تهريب بقيمة جملية المحجوز 15 مليون دينار. في المجال الأهم واللي تعرضت له سيادتك منذ البداية، مقاومة في مجال مقاومة الإرهاب، تم إحباط عدد أربعة مخططات إرهابية في عمليات أمنية استباقية ناجحة، واللي توجد بالقضاء على سبعة سبع عناصر إرهابية تتضمن معناها قيادات أمنية، تتضمن قيادات معناها عناصر مخترة في التنظيمات هذه، واللي سيادتك معناها اختتمناها في موفى السنة الإدارية هذه بالعنصر الإرهابي الخطير اللي راهو ما جاش معناها بالساهل، راهو ثم عمل استعلاماتي قوي برشا وثم عمل استباقي باش تم القبض على العنصر هذايا، ما هوش بالساهل. نعم نادية نادية، سنة نجاح دائم سيادة العقيد، سنة نجاح دائم في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، وأكيد طالما أن الوضع الأمني بخير أكيد تونس بخير. نعم نأمل أن تكون تونس دائما بخير. شكرا لك مراسلة الأخبار نادية رتيبي، وأيضا شكرا لضيفك. في أخبار الرياضة، عقد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش صباح اليوم ندوة صحفية بدار الجامعات، قدم خلالها أبرز ما تم الاتفاق عليه مع السلطات القطرية خلال المحادثات التي جرت عند زيارته لقطر هذا الشهر. ومن أبرز ما جاء في الندوة التأكيد على الحصول على الموافقة المبدئية لتسلم ملعب 974 بعد نهائيات كأس العالم. 974 هو اسم أحد ملاعب قطر المونديالية الذي يرمز إلى عدد حاويات السفن المستخدمة في بنائه، وهو ملعب قابل للتفكيك، ما جعل دولا عديدة تتقدم بطلب تسلم هذا الملعب بعد كأس العالم 2022، ومنها تونس التي يحظى طلبها بموافقة مبدئية من قبل السلطات القطرية، وذلك وفق ما أكده وزير الشباب والرياضة. ثم مؤشرات إيجابية وإيجابية جدا بالنسبة لملعب 974، يعني ثم وعود بالنسبة للطرف القطري. ثم هنا يمكن صعوبات تقنية، خاطر باش تفرك يعني الملعب هذايا
بصفة يعني تامة راو فيها صعوبات تقنية. علاش؟ على خاطر الطرف القطري كان باش يفرق الكل باش يعطي منه أجزاء لبرشا بلدان، توا نحن عطينا الطلب أنه باش يجينا لتونس. وزير الشباب والرياضة استعرض في ندوة صحفية الاتفاقيات التي تم التوصل لها مع الجانب القطري خلال زيارته لقطر تزامنا مع المباراة النهائية لكأس العرب لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على استغلال عدد من أساتذة التربية البدنية للعمل ضمن لجنة تنظيم كأس العالم 2022. كما أعلن الوزير بعث أكاديمية أسباير فرعا لها بتونس شأنها شأن مركز أسبيتار الطبي. وأبرز الإنجازات أولا على مستوى يعني إدماج الإطارات بتاعنا بالنسبة للتربية البدنية وبالنسبة للإطار الشبابي، هنا ثم موافقة أنه الإطارات هذه تعاون على إنجاح تنظيم كأس العالم، هذه أول نقطة. ثاني نقطة على مستوى الاستثمار، هنا ثم وعود بأنه أسباير وأسبيتار يعني أكاديمية أسباير وكيف كيف هذا أسبيتار ينجم يكون عندهم تواجد في تونس واقتنعوا بالفكرة. وقال وزير الشباب والرياضة إن المحادثات مع السلطات القطرية شملت أيضا إمكانية الاستفادة من الخبرات التونسية خلال منافسات كأس العالم في مجالات مختلفة كالفندقة والمواصلات والأمن. نأخذكم الآن مشاهدينا في سلسلة تقارير تحوصل أهم ما حصل في هذا العام الجديد، ونبدأ بما حدث على الساحة الوطنية. نتابع. سنة 21 و2000 جاءت بقلب لقواعد لعبة الحكم في تونس بعد تعثرات منسوبة بالأساس إلى الفاعلين السياسيين في المشهد العام حالت دون تحقيق مطالب رفعت ذات ثورة منذ 11 سنة، ودفعت نحو حراك اجتماعي في 25 من جويليا الماضي في تونس العاصمة وولايات أخرى نفذ بعناوين كبرى منها إسقاط الحكومة وحل البرلمان وإنهاء التجاذبات السياسية والالتفات إلى المشاغل الحقيقية لتونس. وهذا هي أعلى ما يبدو إلى قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد يومها في سياق تفعيل للفصل 80 من الدستور توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة تولى تعيين رئيستها لاحقا بعد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن أعضائه. حدث 25 من جويليا قرأه البعض ضرورة لتصحيح المسار، خرجوا للتعبير عن فرحة بالانصراف إلى مرحلة جديدة من التاريخ يساهمون في صنعها، فيما صنفها البعض الآخر انقلابا واضحا على الدستور ومؤسسات الدولة. وبعد يومين من خطابه الموصوف بالحماسي في سيدي بوزيد أي في 22 من سبتمبر، يضع قيس سعيد القاعدة القانونية للحالة الاستثنائية بأمر رئاسي ضمنه جملة من التدابير عزز بموجبه صلاحيته وعلق العمل ببعض الفصول في الدستور وفي انتظارات إصلاحات لكن دون تسقيف زمني، وتلك نقطة ستظل لمدة بضعة أشهر مثار نقد من أحزاب وتنسيقيات اختارت أن تدعمه، وكذلك أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني اختار أن يعارضه مع اختلاف في تقدير الوضع العام. وعلى هذه الأرضية كانت أولى التحركات في 18 من سبتمبر لأنصار حركة النهضة ومؤيديها وبعض القوى والشخصيات الوطنية، ليتم في 11 من أكتوبر ميلاد حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن قدمت تركيبتها بعد مشاورات تتم للمرة الأولى خارج منطق المحاصصة الحزبية ودون تسريبات تحت شعار استرجاع المواطن لثقته في كل دواليب الدولة وإعادة الأمل في مستقبله. وهذا قبل أن يكشف رئيس الجمهورية في 13 من ديسمبر عن رؤيته للمرحلة في صيغة سماها البعض خارطة طريق استجابة لمطالب التسقيف الزمني من الداخل والخارج، ويكون التونسيون بموجبها على موعد مع عدة استحقاقات أبرزها انتخابات تشريعية في 17 من ديسمبر القادم واستفتاء شعبي حول الإصلاحات الكبرى مع إبقاء البرلمان مجدداً مجمداً. كان هذا خلال كلمة إلى الشعب التونسي يرفع سقف المواجهات مع طيف واسع، خاصة مع القضاء الذي حمل مجلسه الأعلى المسؤولية في أكثر من مرة عن تعطل قضايا الفساد، وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي راوح في موافقه بين الثبات والحدة.
السابع عشر من ديسمبر التاريخ الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد عيدا للثورة جاء محملا بتجاذبات ترجمها شارع لحب بورقيبة في مظاهرات اختلفت شعارات ألوانها السياسية. مجريات هذه الأحداث هي نتاج لبلوغ الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية أقصاها مطلع هذا العام، لما قام رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي بعد أكثر من 4 أشهر من نيله ثقة مجلس نواب الشعب بتعديل وزاري في 16 من جانفي الماضي دون استشارة رئيس الجمهورية الذي كانت له مؤاخذات على عدد من الوزراء تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وعلى هذا أورد هشام المشيشي في 5 فبراير الماضي أن عدم استقبال سعيد للوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستورية دون عرض مبرر رسمي عطل سير دواليب الدولة. أزمة صحية خانقة مطلع هذا العام، جائحة كوفيد التي عمقت الخلافات نتيجة تقديرات وصفت بالخاطئة في الطاعة معها. وفي خضم هذه الأزمة انعقد في 10 ديسمبر مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية الذي ناقش المسار الديمقراطي غير المكتمل في تونس والذي رافقه توقف الانتقال البيئي والاقتصادي. الثابت أنه على مدار سنة 21 و2000 كان حراك 25 من جويليا حدثاً مفصلياً أزاح عن الأنظار إرهاصات البرلمان وصراعات الرئاسات لفائدة فترة قد تكون مسقفة زمنياً، لكن يلف الغموض الكثير من تفاصيلها. وعلى وقع أزمة المالية العمومية وتراجع قطاعات إنتاجية عديدة وتدهور القدرة الشرائية، مرت سنة الحالية أو تكاد أحد أهم أسبابها تأخر الإصلاحات وتواصل أزمة كورونا. ٢٠٢١ سنة مثقلة بالأزمات الاقتصادية عاشت على وقعها تونس، كانت مؤشراتها سلبية في عديد المجالات، ما زاد من هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي وأثقل كاهل المواطن والدولة على حد سواء. أزمة تتواصل أطوارها منذ سنوات مع تأخر الحلول، فكانت نتائجها واضحة على سنة لم تستطع فيها تونس تجاوز عثرة الانكماش القياسي الذي عرفته السنة الماضية والمقدر ب 8.8% بسبب انتشار فيروس كورونا والحجر الصحي العام، حيث من المتوقع أن تنهي السنة بنسبة نمو لا تتجاوز 2.6% حسب قانون المالية التكميلي. نسبة النمو تفسرها عدة مؤشرات قطاعية، أهمها تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري وتراجع الإنتاج في قطاعات الصناعة المعملية وصناعة مواد البناء مقابل تطور قطاعات الصناعة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية. كما تراجعت الاستثمارات في القطاع الصناعي بدورها بنحو 16.5% خلال 11 شهرنا الأولى مقارنة بالسنة الماضية، تراجع كان أكثر حدة في قطاعات المواد الأولية لصناعة الخزف والبلور ب 67.8% وقطاع الجلود والأحذية الذي تراجع ب 40% خلال الأشهر المنقضية من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، فيما زادت الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 40.3% في الفترة ذاتها. تراجع الاستثمار عموما أدى إلى تراجع بعث المشاريع في مناطق التنمية الجهوية خاصة في الكاف وتطاوين بنحو 78% وقفصة بنحو 55.8%، فيما زادت الاستثمارات في كل من ولاية منوبة ب 127% وفي جنوبة ب 85% وفي سليانة ب 99% مقارنة بالسنة الماضية. وتجد مختلف المؤشرات الاقتصادية صداها في العجز التجاري أي نسبة تغطية الصادرات بالواردات التي بلغت نحو 1346 مليون دينار في نوفمبر المنقضي. القطاع السياحي الذي لم يستطع تدارك مستويات ما قبل الثورة باقي حبيث المؤشرات السلبية خلال السنة الحالية بسبب تواصل تأثيرات أزمة كورونا وتذبذب النمو العالمي. أسوأ علامات الأزمة تجلت في انخرام المالية العمومية، حيث سجل عجز عن تمويل الميزانية بنحو 8.3% حسب قانون المالية التعديلي للسنة الحالية، وذلك وسط انغلاق الأسواق العالمية أمام الطلب التونسي
بسبب عجز الحكومة عن عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ولكن أيضا بسبب تراجع تصنيف تونس الائتماني في أكثر من مناسبة أشدها وطأة تخفيض وكالة الترقيم الأمريكية موديز الترقيم السيادية لتونس إلى CAA1 مع أفاق سلبية، تخفيض فسرته الوكالة بالشك في قدرة الحكومة على إرساء إجراءات تكفل الاستجابة لحاجيات التمويل المرتفع بعنوان السنوات القادمة. للأزمة أيضا تداعياتها الاجتماعية، لمسها المواطن في قوته اليومي وسط استقرار نسبة التضخم على ارتفاع ليتجاوز في معظم الأشهر عتبة 6.2%، ما خلف زيادات متراكمة في أسعار عديد المواد والسلع والخدمات، رغم ما رافق الإجراءات الاستثنائية من محاولات عدة لمكافحة الفساد والمضاربة ومنع الاحتكار خاصة للمواد الأساسية. كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.4% في الثلاثي الثالث من السنة الحالية، سجلت أعلى معدلاتها في صفوف النساء. سنة صعبة مرت رحلت أزمة متشعبة اقتصادية للسنة المقبلة في ظل عدم وضوح الخيارات بشأن الإصلاحات المنتظرة وإمكانيات تعبئة الموارد الخارجية وفرص النمو الممكنة. وبين ركود طبع بداية السنة وحركة تكثفت آخرها يحمل حصاد السنة الثقافية الحالية أنباء مختلفة تنوعت بين السلبي والإيجاب، تقلب بينها واقع حياة البلاد الفني والإبداعي المتنوع. زخم فني وإبداعي كبير عاش تونس على إيقاعاته وألوانه المتعددة الشهور الأخيرة من 11 و2000، ليمحو احتفاء شهور أربعة غبار ثلثي سنة من الصعوبات والإغلاق وعطلة عروض الفعل الثقافي. فمن قيدوم مهرجانات تونس، مهرجان قرطاج الدولي الذي عاد بعد غيابه 20 و2000 جامعا نصفي جويليا وأوت من خلال المسرح والموسيقى والعروض الفرجوية، متنقلا بين الصوفي والأوركسترا، إلى مهرجاني الثقافات الدولي إلاف بنابل وفن الحكاية الدولي بالمنستير، وصولا إلى مهرجاني الواحات الدولي بتوزر والصحراء الدولي بدوز وغيرها. طلعت جماهير المواعيد الثقافية الكبرى عبر البلاد منتجات فنية اجتهد كثير منها في عرض صور حياة الجائحة وأمل ما بعدها الذي يعيش عليه التونسيون منذ سنتين. وبعد احتجاجات نقابات الفنانين ومهنيي الفنون أواخر 20 و2000، اشتكى المنتجون والمبدعون بداية 21 و2000 توقف العروض المسرحية والموسيقية وأنشطة دور العرض والمسرح وغيرها جراء الوضع الوبائي، ما تسبب لهم في خسائر وفقد شغل وما خلفه فيهم من سيء الأثر صحيا ونفسيا. كذلك فقدت الساحة الثقافية التونسية الموسعة عديد الوجوه المبدعة 21 و2000 في الصحافة والطرب والمسرح والبحث العلمي، على رأسها العلامة هشام جعيط والمسرحية زينب عمار والممثلين دلندا عبدو وتوفيق البحري والمطربة صفوة والصحفي توفيق الخضيري. أيام قرطاج المسرحية والموسيقية ومهرجان الإذاعة والتلفزيون، وعديد المهرجانات المحلية والجهوية نظمت دورات متميزة هي الأخرى وسعت إلى تجديد هوياتها الأصيلة حتى لا يغلب أثر الجائحة فعل الإبداع ولا يطمس وجع المرض والموت فرح الحياة وفنونها. الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. مخاوف من دخول تونس موجة خامسة من فيروس كورونا بعد الارتفاع التدريجي في نسبة التحاليل الإيجابية والإصابات تتجاوز 1000 في يوم واحد. غدا انطلاق الاستفتاء الإلكتروني الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وفي النشرة قدمنا تفاصيل حول الانطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية مع وزير تكنولوجيات الاتصال. واسعة قبيل حلول السنة الجديدة، تنوع في مظاهر الاحتفال في الأوساط الأسرية، وتباين حول ارتفاع أسعار المرتبات وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.
وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بوانتين. بقية متابعة طيبة لبرامجنا. عامكم مبروك وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.